أنا عمران أيوب، وعامل معرض فني بيحتوي على لوحات عملتها في وقت متأخر في وقت التقاعد سنة 2019. أنا بديت الرسم كهواية وأنا صغير، بس لما أتيحت لي فرصة ووقت فراغ بدأت أمارس الرسم وأفكر في عمل معرض. كان عملي أخصائي وسائل سمعية بصرية، سفري الدائم في بلاد كثيرة، يعني ما أتاح لي أني أتواجد وأمارس الرسم. أرسم رسم متنوع، في تجريدي وفي واقعي وفي يعني شو بخطر على بالي يعني كنت أرسم، بستوحي أفكاري من الواقع المعاش اللي في الزمن الماضي اللي أنا كنت أشوفه أنا صغير وأنا مارر وسط البلد، ولا أشوف الحلاق هيك. هاي الشغلات اللي كنت أشوفها وأنا صغير حالياً الأطفال ما بيشوفوها تقريباً لأنها انقرضت. حبيت أعكسها للأطفال حالياً الموجودين. طبعاً بعد التقاعد الحياة ما بتنتهي. بعد التقاعد يمكن الإنسان يمارس هواياته القديمة. أنا غالباً ما بسمح للفراغ يدخل حياتي، ولذلك لأني مشغول باستمرار ما بكتئب وما بخلي غيري يكتئب يعني.